ما قلتها هي موا جوان 2019، تعاود كما نقولوا احنا إعادة رسكالة النظام السابق، ورانا لحقنا عليه بفضل جماعة نتاع طلاب وبوشاشي وما يشبه. هذاك الوقت كنا نناديو بممثلين وطنيين ليمثلوا الشعب وندخلوا في انتخابات رئاسية، لكن هادو العباد خلطوها بإعاز من ناس واحد أخرين، وهنا وصلنا لها إعادة رسكالة النظام السابق. لا فعلا عاود ولا الهولندي عاود يولي هاي قبل الريزلتا. وكيفاش داروا؟ داروا لها فعلا، داروا الهولندي، وداروا كما نقولوا حنايا قائمة الأحرار، وهما كاع يتكسي فعلا هولندي، وداروا فيها زعما الشباب، وداروا فيها النساء، ورانا لحقنا ليها باساسون دو كونسي كروي يورا ان شونجمون جامي. مع الأزمة الاقتصادية لا بانديمي جائحة، جو بونس با كي يورا اون امليوراسيون، دونك يورا اون ديسونت فير لونفير، سوف لا درنا حكومة انتقالية، لربما افيك ان فوت الناس هذوك الأغلبية الصامتة للحق صامتة، نورمالمون هذوك 20 مليون قادرين يفرضون أنفسهم، يخيروا في كل منطقة عباد لاباس بهم ويفوتوا عليهم. هذيك 20 مليون اللي ما فوطاتش، هادو اللي هو فلان ولا رندي، عندهم ديجا وعاء انتخابي من بكري يخدموا توجور. هذاك الناس ما يفوطيوش، وهما عندهم هذاك الوعاء دايما يديوها بأقلية. أنا لحقنا يكروا ان جون تعجل ملك البلاد، وهكذا وراح يخيروا عباد من مجموعة تاعهم. أنا الحق جوان 2019 حضرناها، ونا في ان بروجي بوليتيك هكذا تكلمنا، ما نجيبوش نتكلموا باسكو نجيبوا المشاكل لروحينا. الله غالب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.